فهؤلاء الرجال كما قلت يعني في ريعان شبابهم وصحتهم رموا بنفسهم من أجل تحرير هذا الوطن. ولما تشوف هذه الصور هذه والله العظيم يعني تقطع قلب الإنسان وتزيدنا فخرا بهؤلاء الرجال وهؤلاء النساء وتزيدنا فخر بانتمائنا إلى هذا الوطن الجزائر الذي نحن منه وسنبقى دائما متمسكين بهذا الوطن وستبقى الجزائر شعارنا والجزائر ستبقى هي حبنا الوحيد الأبدي إن شاء الله وستبقى الجزائر هي حبنا الوحيد الأبدي واحترامنا وتقديرنا إلى المجاهدين والمجاهدات سيبقى كذلك قد أقول من أولئك المحظوظين من جهة أنني في المشاهدة أنتمي إلى هذه الأسرة الحقيقة وهذه الأسرة التي هي مفخرة لهذا البلد وقد أكون محظوظ أن أبي قص علي ما حدث خلال الثورة التحريرية ولكن لم أكن محظوظ لأنني لم أكن من أولئك الذين أسعفهم الحظ وأزدادوا قبل هذه الثورة ليكونوا مجاهدين في تلك الفترة وهنا كذلك نطرح دائما السؤال لو زدنا يعني لو كان زدنا قبل الثورة ونحدث علينا الثورة وكنا في هذا السن تاع الشباب يا ترى هل نكون بتلك الشجاعة؟ هل نكون بتلك القوة؟ هل نكون بذلك الحب لهذا الوطن؟ هل سنربي بأنفسنا مع الآخرين؟ نحن اليوم ننام بالاستقلال والكل منا يعني صدقوني بالإباج نحن نرى ما يجري في بلدنا نحن كلنا جزائريين كلنا إخوة متحابين فيما بعضهم ولكن ما كانش التجند اللي كان في الثورة التحريرية وحتى بعد الثورة يعني التحريرية ولهذا وجب علينا جميعا أن نتجند وأن تكون عندنا نفس الروح ونفس العزيمة ونفس الإرادة لبناء هذا البلد الذي هؤلاء الرجال والنساء ضحوا بأنفسهم من أجل أن نحيا نحن وأن ننعم بهذه الحرية فوجب علينا أن نصون الرسالة التي ضحوا من أجلها هم أخرجوا الاستعمار من أجل أن ننام بالحرية ومن أجل أن يروا كذلك بلداً متقدماً مزدهراً فلنعمل جميعاً من أجل بناء هذا البلد المتقدم المزدهر فلنتلاحم جميعاً من أجل بناء هذه الجزائر الجديدة التي نحلم بها جميعاً نتلاحم جميعاً من أجل بناء هذه الجزائر التي نحلم بها جميعاً هذا ما أردت أن أقول مرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم أباءنا وأمهاتنا المجاهدين لكم مني كل التقدير والاحترام الأسرة الثورية مرحبا بك سيدي الوزير والوفد المرافق لك مرحبا كذلك بالضيوف القادمين من الولايات المجاورة مرحبا كذلك بأصدقائنا من الدول العربية الذين قدموا لمشاركتنا هذه الاحتفالية ونحن على أيام قليلة من ذكرى غالية وعزيزة عليكم أنتم المشاهدين والمجاهدات غالية وعزيزة نحن كذلك كل الجزائريين والجزائريات ألا وهي ذكرى نوفمبر في دلاء الثورة التحريرية فتقدير واحترام وأنحني بكل تواضع أمامكم يا أنتم من صنعتم ملحمة نوفمبر شكرا لكم مرة أخرى مرحبا بك سيد الوزير جلوف بتاك صدقني أنا أحب فيك الكثير من الخصال الذي هي خصال